السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل الله احنا النهاردة 4/6 في فيديو حزين من فيديوهات فلفل الألوان الصيفي. يعني احنا كده في النموات الجديدة. الأرض ديت كنا فيها من حوالي 10 أيام وكانت مصابة طبعا بالفيروسة، فيروسة شديدة، وباينة معانا اهيت قدامنا اهي. واحنا يعني خدنا مخاطرة ان احنا قلنا هنشتغل عليها عوامل اجهاد في العشر ايام دول، واشتغلنا في 10 أيام ورقنا عشان يبقى في مصداقية في القرار اللي هناخده. ورقنا وقلنا نشوف القمم النامية اللي هيختلف عليها 2، بحيث نشوف استجابة النبات معانا. القمم النامية للبرنامج اللي اتعمل، برنامج كان مكلف، وهو يعني كان يعني للأسف احنا رحنا متأخر، وده كان متأخر عنده خالص. دي للأمانة بالشفافية لازم ننقل الصورة زي ما هي واقع، عشان يعني اللي عنده نفس الظروف يبقى دي نصيحة. يعني ده رأيي الشخصي برضه على مسؤوليتي. أنا بقيم دلوقتي النتيجة اللي احنا عملناها من 10 أيام والنتيجة اللي احنا خدناها النهاردة. أهو أنا دي النباتات ديت من 10 أيام لما لقينا فيها الإصابة، وهو استعان بينا ونزلنا عملنا له برنامج مكلف وورقنا قمم نامية. قلنا هنستقبل، عندنا أمل إن النموات الجديدة اللي تطلع بعد 10 أيام دول، الشغل الجديد، على أمل إنها تفك وتطلع معانا. يعني اهو بحاول اهو على قد ما اقدر، هحاول اكبر برضو الكاميرا. الموضوع خطير فعلا ولازم يبقى فيه اهتمام. اهو بكبر الكاميرا اهو. دي القمم النامية اللي انا حصلت عليها واللي انا ورقتها بعد 10 أيام من البرنامج اهي. للاسف طبعا فيها اصابه، والاصابه جايه جامده. هحاول برضو اكبرها اكبر اهي. دي القمم النامية كلها اللي انا حصلت عليها، بحاول اكبرها اهو اهو اهو. نفس الوضع اهو، اصابة فيروسية شديدة، استجابة طبعا ضعيفة خالص اهو اهو. طبعا ده في الورق اللي انا ورقته اهو. انا بحاول انقل الصورة. كل القمم النامية اللي جاية بعد برنامج العلاج جاي فيها اصابة. يعني يبقى احنا اهو بنظهر تاني اهو اهو. انا بحاول اكبر بالعدسة عشان يبقى اهو. دي القمم النامية اللي احنا حصلنا عليها اهو. الشجر ده متورقش، ما ورقتش القمم النامية بتاعته، وفي اصابة جديدة. ودينا داخل على الشجر اهو، انا ورقته اهو اهو اهو. يا رب بحس برضو ده هيت. انا مكبر كده الصورة جامد اهو. احاول اهي اهي، بقربها اهي بنفس الصورة اهي. خدتها بالتلات ابعاد بتاعتها اهي. دي نموات الجديدة اللي انا حصلت عليها بعد اهو اهي اهي. بحاول اجيبها بكذا صورة اهو دي ما اتورقتش. انا تعمدت اظهر الارض اللي احنا فيها ديت، كنا فيها من 10 أيام، استعان بينا وقال تعالوا انا عندي اصابه فيروسيه شديده وتبقع بكتيري شديد. ونزلنا لفينا مع الارض واستمعنا ليه، وللاسف هو راجل يعني للاسف يعني صرف جامد، وراجل يعني صوبه كلفت يعني. تقريبا النهارده داخلين في 70 يوم، 65 يوم، واستنطنا له وسمعنا له وخدنا البيانات بتاعه الارض وخدنا كل البيانات اللي احنا هتحتاجنا في التشخيص بتاعنا. ونزلنا فعلا كان في اصابه فيروسيه شديده قاتله، وكانت فعلا بنسبه تعدي 70% من الارض تقريبا مصاب. البؤره اللي احنا واقفين فيها دي كانت اشد بؤره فيها اصابه. بعد ما خدنا منه المعلومات اللي احنا كنا عايزينها وبنينا عليها وشخصنا وكتبنا برنامج مكثف، ويعني كان برنامج اشتغلنا على محورين فيه، ان انا ارفع كفاءه الشتله بتاعتي، اعود الشتله بتاعي في القمم الناميه. فاحنا ساعتها شخصنا معاه وما كانش عندنا اختيار تاني. كان في الاصابه عنده تعدي 70% من الارض.
كان قدامه هو يقلع وما يكملش، او ان هو يستنى معانا 10 ايام يخوض التجربه معانا ونحاول نعوض القصور اللي حصل عنده قبل ال 70 يوم دول. قبل ما احنا نروح له كان في خلل في كذا وكذا وكذا في شويه حاجات كده، فاحنا قلنا هنحاول نعوض النبات بيها، وقلنا هناخد دليل لينا. خدنا كام نبات كده من القمم النبيه زي ما قلنا في الفيديو، وورقنا القمم النبيه بتاعتها خالص، وسيبنا القمم النبيه اللي هتطلع جديده بحيث في ال 10 ايام دول نشوف القمم النبيه اللي جايه جديده هتطلع سليمه ولا هتيجي مصابه، زي ما احنا ورينا في الفيديو بالظبط كده، حاولنا نبقى امنا في المعلومه ونوضحها. النتيجه النهارده بعد 10 ايام للاسف كل النموات الجديده جايه للاسف، يعني جايه بنفس قوه الفيروس، شايله الفيروس، مصابه خالص. طب انا اشتغلت على ايه بقى؟ احنا لما جينا شخصنا معاه قلنا احنا هنغامر ان القمم النبيه تطلع سليمه، فاشتغلنا على اوم الاجهاد، اشتغلنا بكل المقومات اللي ترفع مناعه النبات معانا وتحاول تساعد ان انا اخد قمم النبيه سليمه. كثفنا بشركات محترمه لها كل الاحترام والتقدير، كل النتيجه مش مرضيه، ده ما يدلش ان المركبات شمال، لا، المشكله كبيره واحنا جينا متاخرين، والظروف اللي حوالينا بتاعت الجو يعني ما ساعدتش ان انا اخد الاستجابه المرضيه. طب احنا بعد 10 ايام اشتغلنا، طبعا هو الراجل ده احنا يعني الجدر تحت عنده حكايه، يعني الجدر ما فيش غلطه فيه، الجدر تحت 10 على 10، الارض دي يا جماعه الجدر تحت ملوش حل. طب انا النهارده كان كل ان انا بخاطر وبجازف على القمه النمر الجديده. طب احنا عملنا كذا نبات في الارض، علمناهم وخدنا قرايتهم وشلنا طوشنا القمم النمي على امل لما نيجي اتنين نيجي نبص دلوقتي اتنين نبصوا مفيش اختلاف بينهم، يا استجابت يا ما استجابتش. يعني احنا جينا بصينا على النباتات الكشافه بتاعتنا اللي احنا خدنا عليها القرايه بتاعتنا واللي احنا ورقناها عشان ما نختلفش دلوقتي، نيجي نبص والله طالعه سليمه او طالعه تعبانه. فللاسف ان طبعا حتى كل القمم النمي اللي احنا عملناها كلها جايه تعبانه، جايه موبوءه. طب انا النهارده الفيروسه بالوضع دوت هتبقى اشد خطوره؟ لا، يبقى انا كده انا استنزاف. هل اكمل باي وجه؟ احنا قلنا من 10 ايام لا نكمل ونخاطر ونحاول نحيي فلوسنا بشويه المصاريف اللي نشوفها في ال 10 ايام. طب احنا صرفنا النهارده ودي النتيجه اللي احنا فيها، انا مش شايف حل عندي. طب انا النهارده الراجل ده انا اقنعته من 10 ايام ان من فضلك استحمل وهنشتغل بالحاجات ديت، والراجل المحترم جاب الحاجات اللي كتبناها بالاسماء التجاريه بتاعتها بتاعت الشركات المحترمه وحضر رش، وانا جيت حضرت معاه يومين في الرش بتاعه، جيت واقف عشان اتابع الرش ان مفيش غلطه في الرش. الناس بتغسل وتحط التركيز اللي احنا عايزينه، وجاب الادويه اللي احنا كاتبينها الاسماء التجاريه ورش وغسل زي ما احنا عايزين، ودي النتيجه النهارده. فانا النهارده بعد ال 10 ايام دول نصيحه، اللي عنده اصابه في الارض بتاعته مش عايز اقول فوق ال 50% او فوق ال 70%، اكمل ايه؟ اجيب نتيجه منين؟ ده انا لسه النبات ده انا لسه شهر 7 هيبقى حراره اشد، شهر 8 هيبقى حراره اشد، نباتي هيكون النهارده عمره 65 يوم، ساعتها هيبقى عمره 95 يوم، عمره 100 يوم، شجرتي النهارده معلش احمال، انا خليته شال الاحمال، يعني في شجر عندي هنا انا شلت الحمل اللي عليه كله، الاخضر اللي عليه كله عشان افوق النبات، الجدر السليم، اخد نمو جديد من غير اي مجهود على الشكل، شلت الاخضر كله عندي رميته بره. ودي النتيجه اللي انا خدتها النهارده، دي كارثه، كارثه النهارده في وسط 23 كارثه. النهارده الصوبه اللي انا واقف فيها النهارده 4/6 ما عنديش اي اصابه بالمره حشريه. يعني بفضل الله احنا سيطرنا عليها، بس المشكله ان الفيروس اللي جه نتيجه الاصابه الحشريه اللي جت عندك اتمكن من نباته بقى في اساس النبات، ما قدرش اتغلب عليه. احنا قطعنا كمان قمم ناميه، قلنا يمكن نقدر نحافظ على القمم الناميه الجديده فيمكن تطلع لسليمه بعد ما تاخد عوامل الاجهاد ديت، لا، الفيروس متمكن من اللي احنا قطعناها الجديد طالع مصاب، متمكن من اوراق اللي احنا شلنا الورق القديم كله وغامرنا، قلنا القمم الناميه الجديده تاخد من المضادات الاجهاد ديت عندي والانتي فيروس والحاجات اللي احنا رشيناها يمكن تطلع سليمه معايا، مفيش استجابه. الصوب اللي كانت معايا في موسم 22 في الصيفي وعملنا عليها تبقع البكتيري الثلاث فيديوهات وعملنا عليها التوصيات بتاعه اخر الموسم، الصوب دي في نفس المكان اللي حصلت فيه البقره بتاعت السنه اللي فاتت لما زرعت السنه دي في موسم 23 ابتدى يحصل، بس مش بنفس الفظاعه وبنفس لان احنا محرصين وشغالين وقائي من بدري، فابتدى يحصل عندي بعض شتله في التوقيت اللي انا فيه ده النهارده، عندي فيها اعمار 50 يوم 45 يوم، ابتدى يحصل عليا في نفس المكان في نفس البقعه ابتدى فيه اصابات، بس معدول على الصوابع بنقلعها وبنامن وبنلبسها بشكاره وبنحاول ان احنا ما نعملش عدوى ونحاول نسيطر على ايدينا وبنقلعها اول دور. انا عملت الفيديو دوت، انا بعتذر تاني، فيديو حزين، فيديو زعل، فيديو سلبي، بس للاسف انا يعني انا دي امكانياتي في الصوبه اللي انا نزلتها متاخر. انا رحت له مره من 10 ايام كده من البرنامج، جيت مرتين تابعت الرش، يعني انا كنت شاكك ان هو مش هيرش كويس، لا، الناس جابت ورشت ورشت بكفاءه. يا رب نكون موفقين في هذا الفيديو، لو بتتابعونا من على الفيسبوك بفضلك اعمل لايك، لو بتتابعنا على اليوتيوب بفضلك اعمل اشتراك في القناه 15 من دوت 0 4 7 8 6 1 9 6 شكرا.